السلام عليكم، تحياتي. الله يحفظ. هنايا شي اكسيدون غامي في الطريق، حفظ الله. اتجاه ديال زين العابدين. تمنوا انهم يسرعوا الفتح ديال هذا، الافتتاح ديال هذا الباركينغ هذا، راه هضرنا عليه شحال من مره. نتمنوا اننا نشوفوه مفتتح في هذا العيد الوطني المقبل القريب. تنتمنوا، علاش؟ لانه كاين واحد الضغط كبير على لي بارك، لي باركينغ، وحتى على ستاسيون المجنب ديال الطريق، كتعمر الدنيا بزاف. الافتتاح ديالو ويسرعوا في داك الامر ديال البلاصه فين غادي يكونوا الطاكسيات الكبار، باش هما اعاده ايواء الناس ديال الجميليه، يبداو الخدمه ديالهم يعني بطريقه رسميه، باش هاد الجنبات ديال الطريق يخواو. دابا هاد البارك هذا ما عرفتش شنو تيتسناو باش يطلقوه، واجد ناضي، يركبوا له دوك البوطويات ديال الضو وصلت عليه. انا باش نهضروا دابا على الجميليه، باش ما يبقاش هذا المشكل هذا اللي حنا دابا تنشوفوه. دابا هذا المشكل هذا اللي على اليسر، هما راه تيصوبوا هذه البلاصه هذه، يعني راه قربوا يحلوا هذا البارك هذا. هذه البلاصه اللي كانت مكرفصه هنا على اليمين، راه كانوا بزاف ديال الصفحات هضروا عليها. ايضا هنا في الجنب ديال داك الباركينغ راه كانت واحد البارتي مكرفصه، دونك راه وصلت للمرحله ديال انها تقاد. نتمنوا انهم يسرعوا بهذا الشيء هذا، وكما قلنا يسرعوا بهذا الامر ديال، يسرعوا لنا بالامر ديال الجميليه، الناس يدخلوا يخدموا على راسهم طريق تخوى، باش يبداو الاشغال في الباركينغ تحت ارضي ديال باب الرحه. دابا راه مشروع مترابط مع مشروع، ويا ربي تيسر حتى فهاد سبب باب منصور. شوفوا ان شاء الله في القريب، شوفوا هذا الحل ديالها، شوفوها محلوله. هادو المحلات اللي كانوا عاودوا لهم الواجهات، خص ضروري هاد الجهه هي تخوى هذه اللي فيها القصدير اللي فيها الباليساد، باش الناس يبقاو يمشيو على اليمين وعلى اليسار، لان البلاصه هنا راه ولات ماشي عامره، فوت عامره ليه مع القهاوي، حتى هما تيخدموا على برا والمحلات والرصيف صغير هذا اللي على اليسار. وحتى اللعوده راه هما خدامين في الاسوار، راه هما عاطين لاطاك صراحه. وحتى من باب القاري في الاتجاه ديال برج شريشيره وطريقة ديال اللي كتدي اللي دايزه على ثانويات بن الهيثم، طريق عامره وخصك تلقى شي حل لهذا المشكل هذا ديال هذا المشكل ديال التنقل. دابا حاليا بما ان ما كاينش بدائل اخرى، تتبقى اقرب طريق الحمريه هي المرور عبر الرومزين وعقبه السمن. لو كانوا مثلا شي طرق جانبيه بديله راه غادي الناس يستغلوهم. وحتى حاجه اخرى، هاد الجهه هادي اللي على اليمن، هاد الجهه دابا اللي على اليمن اللي كانوا بداو في واحد الوقيته بغاو يعوضوا هما ليها، خصهم ضروري يعاودوا يفتحوا هذا المشروع هذا ديال التعويض، ويكون التعويض اللي هو في المستوى، باش يفكوا لنا هذا الاشكال هذا. لان هنايا دابا نتوما كتشوفوا بعض المرات هذا الرصيف هذا صغير، فلو ان يتخوى هذه البلاصه هذه وتعوضوا الناس وتكون الامور على ما يرام، راه غادي تعطي واحد
عطي واحد الشكل زوين من الصور وهذا البرج لالا شافيه هذا يبان، ومنها الطريق توسع حتى لحدا حتى لهنا للدوره. كاينين دي شوز اللي هما ضروري خصهم يتداروا في القريب العاجل، هما حتى لحد هنايا داك البرج كاين حتى لحد هنا، وصلت لحد هنا تقريبا. وكل مره تندوزو هنا تنهضروا على سميتو على روامزي، روامزينه تجوز هذا راه الطريق ديالو حتى هي خصها تعاود. وكاين واحد البلاصه هنايا للاسف حتى هي ولات نقطه سوداء، لا حول ولا قوه الا بالله، حتى بعض المحلات ما تيحترموش يعني الشوارع، كيخرجوا حاشاكم داك الازبال ديالهم. قمامة عزكم الله ويلحوها على السيدة هذا هو اللي في هذه البلاصه بنتي السيد وقف. راه عظيم هذا الامر هذا ديال النقاء، تبقى ثقافه وتربيه. اللي طلع ديال سيدي علي منون راه كملوها تقريبا بوعماير، مع اليسر منتزه بوعماير اللي بغى يجيب الدراري وليدات حتى الكبار حتى المراهقين تيجيو يلعبوا الباسكت والميني فوت. وما هذا بينا ان يكونوا بحال هذا بحال هذا المنتزه هذا، يكونوا وحدين اخرين بحالو في اطراف المدينه، خاصه الاحياء الجديده الاحياء يعد زاد. بارك الله عليكم.